هذا دوني اللاعب الاندونيسي طبعا جابوه النصر، هو يأمل في المركز الرابع، يأمل في المركز الرابع او المركز الثالث طبعا. يعني موتا واصل في التقدم، وايضا كان الفرق يعني يصل الى 4 نقاط. تأتي من جديد علي سلطان، هنا كرة اسقاط من اللاعب شوف الاندونيسي دوني، وايضا في لمس للشبكة، لمس للشبكة، هذا دوني اللاعب الاندونيسي طبعا جابوه النصر، هو يأمل في المركز الرابع، يأمل في المركز الرابع او المركز الثالث طبعا، عنده دور ثاني. حسن ضاحي كرة اولى، هناك عنان، اوه خلصها، خلصها عنان، هو بدون حائط صد ينجح عنان هنا في انهاء الشوط الثاني بضربة حلوة قوية ساحقة، وانهاء الشوط لصالح فريقه بنتيجة 25 مقابل 23. مشاهدينا الكرام طبعا نترككم الان مع مخرج المباراة واجمل لقطات الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام الحكم الثاني سامي سويد طبعا يتأكد الآن من دوران فريق نادي النصر حتى طبعا تبدأ المباراة في شوطها الثالث. هذا طبعا سامي سويد شوف يعني حسب ورقة يقدمها المدرب هنا، ومن ثم طبعا تعتمد هنا في توزيع لاعبين في الملعب. الأهلي شوطان عزيزي المشاهد، النصر 0 الشوط الثالث من هذا اللقاء، مباراة جدا متكافئة بين الفريقين، وطبعا الأشواط أيضا النقاط جدا قريبة. تأتي من جديد هنا المحاولة، ولكن وأيضا حائط صد رائع من أحمد جواد أمام منو اللويس البرازيلي، لم يوفق هنا في
استثمار الكرة طبعا شوف هيئت من الخط الخلفي، يعني هذه أحلى الكرات اللي طبعا يرغب فيها اللاعب أن يعني يتعامل معها وتأتي بالنقاط. هنا النصر نقطة واحدة، النصر الآن طبعا الجشي لم يوفق في هذه الكرة، وين لعبها؟ لعبها بدون تركيز، الكرة هذه بدون أي تركيز لعبها خارج الملعب، والنصر يتقدم الآن بفارق نقطتين. هذا كمبيوتر نادي النصر، عيسى عباس أيضا هنا يقدم هدية، إرسال غير موفق من اللاعب عيسى عباس يمنح نقطة لفريق الأهلي. عنان ناصر عنان علي سلطان، وهنا ينجح اللاعب الأندونيسي دوني ينجح في يعني تنفيذ الكرة هذه. شوف واضح الكرة، هذا دوني الأندونيسي، إرسال هجومي، الاستقبال رائع من لويس، أيضا محمد عنان تأتي من جديد هناك، ولويس يضرب بدون حوائط صد، فأكيد يعني المنطقة واضحة أمامه ومكشوفة، فلذلك لا يعني أريحية في الضرب وتحقيق النقطة. الآن الفرق يتقلص إلى نقطة واحدة. حسين الجشي مع الإرسال، طبعا هذا كان يلعب في نادي النجمة قبل هذا الموسم. تأتي الأمور من جديد هناك وينجح فيها، لكن خلاص 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 خلاص، يعني إبراهيم أربع لمسات غير قانونية في كرة الطائرة. هنا شوف حاول فيه، لكن كان الخباز المفروض يلعبها مباشرة هناك. تعود الأمور لمصلحة النصر، أحمد جواد هنا، وشوف يعني محمد عنان ينجح. كرة حلوة لما تكون سريعة، الكرة حلوة تكون لما سريعة تنلعب، والأهلي من جديد هو متأخر الآن في بداية الشوط الثاني الثالث عفوا من لقاء مع نادي النصر. طبعا النصر يعني عنده ألقاب أكثر من النادي الأهلي، ولكن طبعا الأهلي عنده لقبين جدا يعني من الألقاب الغالية، هو اللقب العربي. وتأتي الأمور من جديد، الله الحوار يستمر، ويلا شوف شوف صاحب الخبرة، شوف صاحب الخبرة منه، حسن ضاحي، حسن ضاحي صاحب الخبرة، هو يخلصها في الوقت المناسب. حسن ضاحي يأتي بالمطلوب هنا، طبعا هذه طبعا اللاعب إبراهيم محمد، شوف حسن ضاحي واحدة قوية، حسن ضاحي يونس عبد الكريم مع الإرسال، خمس النصر ثلاثة الأهلي. الشوط الثالث هنا، كرة تأتي النصر، ويا سلام على اللاعب الأندونيسي ينجح من الخط الخلفي، اللاعب دوني الأندونيسي، وأيضا تحية من زملائه في فريق النصر. يعني الآن النصر يتقدم بفارق ثلاث نقاط في الشوط الثالث كما كان الحال في الشوط الثاني، ولكن طبعا النهاية كانت أهلوية. الآن تأتي الأمور، وفي خطأ حكم المباراة يقول حملها، شالها حملها الكرة، يعني ريحت الكرة في إيد طبعا معد الفريق اللي هو علي حبيب. هنا المدرب يتدخل لأن هناك مشكلة في الفريق، والنصر يزيد الفارق إلى أربع نقاط. هنا تعليمات شوف من المدرب حسن علي مع اللاعب إبراهيم محمد، يعني أحد الوجوه اللي راح يكون لها شأن. طبعا هنا صادق هروانة الليبرو المتميز لنادي الأهلي ومنتخب البحرين، يبدو أنه يعاني من يعني إصابة، فلذلك تم يعني إراحة هذا اللاعب.
منير القارئ طبعا يبحث في اوراقه في اوراقه في فكره في طبعا رؤيته هنا عن الحلول الان للعوده من جديد. يونس عبد الكريم استقبال، هنا تاتي الامور، لويس المتابعه حاضره، محمد عنان كره مفتوحه، لويس يضرب بقوه في حوائط الصيد، ينجح لويس ينجح هنا في التعامل مع حوائط الصيد، الفرق يتقلص من جديد الى 3 نقاط. سيناريو الشوط الثاني، النصر كان يتقدم نفس الفرق 3-4 والاهلي يعني يلاحق النصر، ومن ثم طبعا بعد ذلك في النهايه قلب النتيجه في الشوط الثاني. هنا ارسال غير موفق من طبعا اللاعب لويس، لم ينجح لويس. طبعا الاهلي الان في المركز الثاني حد الان، يعني لو حتى خسر يعني راح يخسر كم 3-2 عنده نقطه، اذا يصعد الى النقطه 17 نادي الاهلي. هنا عنان وحوائط صد، حوائط صد رائعه من النصر، الان تعيد شوف الفرق الى 5 نقاط، 5 نقاط لمصلحه نادي النصر. الشوط الثالث، استقبال الكرة، محمود عبد الحسين تأتي من جديد، عنان ينجح هذه المرة، عنان هنا في التعامل مع حوائط الصيد ينجح ويكسب نقطة، يقلص الفرق إلى 4 نقاط. شوف يعني ما كان حائط الصيد مركز على لعبة ناصر عنان، فلذلك طبعا الكرة لم تأتي في الملعب الأهلاوي. عباس الخباز، عباس الخباز و يعني هناك ينجح هنا من دائما يونس عبد الكريم، يونس عبد الكريم، يونس عبد الكريم ينجح هنا، يعني النصر الان فرق 5 نقاط، هو يسير في الاتجاه الصحيح والطيران الصحيح. الاهلاويه لا، طبعا الاهلاويه الاتجاه غير صحيح، هنا تاتي الامور والى خارج الملعب من جديد، الضيع الضيع على الأهلاوية والفرق يزداد والمهمة تصعب على طائرة الأهلي، طائرة الصفراء مهمة الآن أصبحت صعبة، 6 نقاط الفرق. وشوف الكرة الأولى لم تكن موفقة، هنا تأتي الأمور ولم يوفق اللاعب دوني، دوني الأندونيسي لم يوفق هنا في هذه الكرة، كان ممكن يضيف نقطة أخرى لفريقه، ولكن طبعا جاءت الامور غير موفقه من هذا اللاعب. الان الفرق يعود الى 5 نقاط، محاوله تاتي يونس الاهلي، ممكن الاهلي من يخلص هناك، وعنان اعداد لم يكن بالصوره الموفقه، كوره حلوه كوره حلوه، ولكن حكم المباراه يقول لعبها لعبها، شوف هذه الحركه انه هو اجتاز المنطقه، يعني جاء بالمنطقة الأمامية، نشوف نشوف اللاعب في شوف رجله 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 يعني لمست الخط، فإذا مخالف للقانون، تتحول الكرة إلى مصلحة الأهلي والفرق يتقلص إلى 4 نقاط من جديد. استقبال علي سلطان، هناك اللاعب الأندونيسي المتابعة حاضرة، علي حبيب كرة مفتوحة، محمد عنان المتابعة هناك، ولكن شوف علي سلطان كانت الكرة عليه قوية قوية على اللاعب علي سلطان، هذا الليبرو اللي يتحمل الجزء الكبير من المسؤولية والمهمة في المنطقة الدفاعية، الفرق يتقلص